استقبلنا هذا الصباح حادثة سير من طريق السيار المؤدي من الرباط إلى القنيطرة، حادثة كان فيها 37 شخص، فيهم سيدة وصلت متوفية، امرأة في السبعينات تقريبا من عمرها. أغلبية كانوا في حالة لا تدعو إلى القلق، تلقوا العلاجات الأولية وأغلبهم غادروا المستشفى، والباقي لا زالوا تحت المراقبة لتتمة العلاج إما للمراقبة فقط. نشكركم على التتبع ديالكم للحادث، وكنبغي من هذا المنبر باسم إدارة المستشفى نشكر الطاقم الصحي كله على الوقفة وعلى الصمود للتصدي لهذه الحادثة، لأن كانت مفاجئة والحمد لله دازت في أحسن الأحوال وتمكننا من السيطرة، وتا واحد ما تكرفص وكل شيء في أمان الله.